أهلا بحضراتكم مجددا، وبالعودة إلى التطورات في معبر رفح وزيارة رئيسة المفوضية الأوروبية للمعبر. ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز عوض الغنام. عوض، بعد التحية لو تطلعنا على آخر التفاصيل والتطورات لديك. نعم، نحن بانتظار بعد قليل، هذه ليلة مهمة للغاية هنا في معبر رفح. نحن في انتظار بعد قليل أن يخرج عدد من الأطفال الرضع الذين أمر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلبهم هنا إلى والسماح لهم بدخول، وتم تجهيز عدد كبير من السيارات المتخصصة للتعامل مع مثل هذه الحالات. ورصدنا منذ قليل على مدار اليوم في أكثر من مشهد داخل معبر رفح عدد من السيارات المجهزة لهذا الحدث، وتحديدا هنا نتحدث عن الحضانات المجهزة والتي تم إرسالها من قبل وزارة الصحة المصرية بأطقم طبية وأجهزة إسعاف، هي مجهزة للتعامل مع هذا المشهد. لكن دعينا مع هذه الصورة لا مع خروج عدد من المزدوج الجنسية والذين يحملون جنسيات أجنبية في هذا التوقيت، هم يعبرون الآن من هذه البوابة وفي طريقهم لعدد من السيارات التي هي بانتظارهم الآن وهي تابعة للبعثات الأجنبية الممثلة لدى القاهرة. وهناك عدد على مدار الساعة يتوافدون في هذا التوقيت داخل المعبر ويسمح لهم بالخروج بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بالإجراءات اللوجستية الاعتيادية الخاصة بجواز سفرهم. وهناك ممثلين للبعثات الدبلوماسية في الجانب الآخر داخل المعبر لتسهيل هذه المهمة. نعود للأجواء داخل المعبر وهي أهم على الإطلاق، هو انتظار ونحن ننتظر ونتابع وصول هؤلاء الأطفال إلى داخل المعبر. وهناك أيضا تطور إيجابي إنجاز التعبير في مشهد دخول الوقود إلى الجانب الآخر، خاصة مع توقف أو التهديد الذي كان هدد به وزير الاتصالات الفلسطينية بتوقف الحركة أو التعامل مع أجهزة الاتصالات الثابتة والمتنقلة والإنترنت وكذلك المؤسسات الدولية وفي القلب منها الأنور، وكان لديها إشكالية في إمكانية نقل المساعدات المصرية والدولية والذهاب بها بعيدا داخل قطاع غزة. نحن بانتظار أيضا أن تصل إلى قافلة مهمة هي الأكبر للإغاثة الإنسانية التي أرسلت من قبل القاهرة وتحركت عند الساعات الأولى من صباح اليوم بحضور رئيس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين، وهي تابعة لصندوق تحيا مصر وأيضا بأوامر من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الإجمالي لهذه القافلة تزيد عن 2500 طن، تحدث تقريبا عن أكثر من 200 شاحنة عملاقة بها كل ما يستدعي الدخول إلى الجانب الآخر، وإن كان أغلبها هو الطابع الغذائي. هناك عدد كبير أيضا من المواد الطبية والدوائية ومولدات الكهرباء وسيارات الإسعاف وغيرها غير. نعود إلى النقطة الأهم في هذه الزيارة لمفوضية الاتحاد الأوروبي، وهي زيارة مهمة للغاية. تقريبا هي الشخصية 11 التي تصل إلى هنا إلى معبر رفح، وكانت أهم شخصية وسط هي الأمين العام للأمم المتحدة، وكان لها تصريحات أشادت بها في مطار العريش بما تقوم به مصر منذ اللحظات الأولى لاندلاع هذه الأحداث. والتقى وكان يرافقها المحافظ، وكان هناك لقاء خاص مع المحافظ إكسترا نيوز، قال بأنها ستزور وربما يكون قد فعلت ذلك الآن المستودعات الاستراتيجية داخل مدينة العريش. هذا هو المشهد حتى هذه اللحظة، ونحن بانتظار أي جديد يحدث خلال الساعات القادمة. طيب عوض، يعني كان لك لقاءات مع عدد من الأشقاء الفلسطينيين الذين يعني دخلوا إلى الداخل المصري لتلقي العلاج وأيضا مرافقيهم، يعني لو تحدثنا عن أبرز ما توقفت عنده حين تحدثت مع المصابين ومرافقيهم في حديثك معهم عندما دخلوا إلى مصر. هي شهادة من شهود عيان بطبيعة الحال عن الأوضاع الصحية، هي الآن باتت أوضاع كارثية للغاية حسب توصيف المدير العام للمستشفيات الصحية داخل قطاع غزة، والذي وصف الآن لا يوجد ولا مستشفى داخل قطاع غزة تعمل، تحديدا مدينة غزة وشمال غزة. غزة لا يوجد بها أي خدمة طبية تقدم، والمأساة التي شهدها العالم متابعها عن كثب هو ما حدث في مستشفى الشفاء. هناك جرحى يريدون أن يخرجوا، هناك إشكالية في خروجهم، وهناك تهديد أيضا في حالة إذا ما خرجوا قد يتعرضون لأي هجوم، بالإضافة إلى استمرار القصف المستمر على كل المستشفيات، بالإضافة إلى الأماكن التي يلجأ إليها المدنيين مثل المدارس وربما ما حدث في مدرسة الفخورة اليوم التابعة للأونروا. وبالمناسبة أولا المدارس هي محمية بحكم القانون الدولي الإنساني، بالإضافة أنها في إطار منظمة دولية هي الأونروا، يعني عليها علم الأمم المتحدة ويتم قصفها، وكان هناك بيان من الخارجية المصرية أدان هذا القصف، بالإضافة إلى مشيخة الأزهر الشريف. لكن الحالات التي
نراها عن كثب والتي تصل إلينا حروق، لأن هناك استخدام للأسف قنابل محرمة دولية، وتحديدا نتحدث عن الفوسفور الأبيض والذي زاد قصفه حتى الآن إلى أكثر من 100 قنبلة تم قصف الأطفال بها، وعدد كبير من الإصابات خاصة بالبتر وبالكسور وبغيره وبغيره. على كل حال، كل من يصل إلى مصر يتم تقديم كل الدعم اللازم له فور الوصول والانتقال به مباشرة إلى المستشفيات المتخصصة، لكن العدد قليل لأن هناك إشكالية في الطريق الواصل ما بين مدينة غزة حتى الوصول إلى الحدود المصرية، والسبب في ذلك هو التخوف من أي قصف في أي وقت، بالإضافة إلى قلة سيارات الأسعاف، وإن وجدت سيارات الأسعاف فهناك أزمة للأسف في الوقود حتى يتم نقل هؤلاء المصابين والجرحى إلى الحدود المصرية. نعم، جزيل الشكر لك عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز، كنت معنا مباشرة من معبر رفح.